مكافحة الجريمة بشتى أنواعها خاصة ما تعلق منها بالمتاجرة غير الشرعية للمؤثرات العقلية عليه استغلالا لمعلومات مؤكدة وردت إلى مصالحنا مفادها قيام شخص بنقل تخزين وترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبر قطاع الاختصاص ليتم مباشرة بعدها تكليف قوات المصلحة من أجل تتبع وترصد تحركات المشتبه فيه وشركائه بغية إيقافهم في حالة تلبس حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوياتهم ومقر إقامتهم. تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم استصدار أوامر بالتفتيش وتمديد الاختصاص أفضت إلى توقيف 3 أشخاص متورطين في قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية ومواد صيدلانية مع تخزينها ونقلها باستعمال مركبات ذات محرك ضمن جماعة إجرامية منظمة المساس بالصحة العامة تبييض الأموال مع طمس معالم الجريمة التستر وبيع مواد صيدلانية دون فوترة حجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 25,644 كبسولة من أنواع مختلفة كما تم حجز 3 مركبات فاخرة مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم كعائدة ترويج هذه المؤثرات. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين في القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن.